بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من الحجايج البكار، الأعداد الهائلة في هذا المهرجان، مهرجان خطاك الشر، في هذا اليوم، في أول أيامه، في يوم الحجايج. عندنا فترة للحجايج في الفترة الصباحية والفترة المسائية، إن شاء الله الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. ها هي الانطلاقة، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة إن شاء الله. نشوف وبنسير وياكم مع مقدمة هذا الشوط، واللي في المركز الأول ناصية للسيد صالح بن حمد بن محمد العويسي، وفي المركز الثالث، المركز الثالث اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات، ارى اللي على المركز الثاني هنا الظبي للسيد عبد الله بن ناصر بن هدوب العمري، وفي المركز الثالث، المركز الثالث الذي وصلت على المركز الثالث للسيد مصبح بن سعيد بن عجيل الاجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع، طيف، طيف للسيد سعيد بن عامر بن سالم الاقميري، وفي المركز السات، المركز السات نشوف اللي على المركز السات في هذه اللحظات، المركز السات في هذه اللحظات الناعسة للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز السابع، المركز السابع الذي وصلت على المركز السابع، نشوف اللي على المركز السابع في هذه اللحظات، وعد للسيد حمد بن حميد الذي وصلت في المركز الثامن، المركز التاسع اللي على المركز التاسع وغيرت الى المركز الاول، غرار للسيد محمد بن طماطم بن حمد العامري، غرار خذت غراره وانتقلت الى مقدمه هذا الشوط، غرار نهائي، والغرار غرار على العموم المشاركين المركز الاول، لكن غرار تقول انا موجوده على مقدمه هذا الشوط للسيد محمد بن طماطم بن حمد العامري، في اسامي، اسامي قادمه بقوه، يا سلام، الهجوم، هجوم قوي على مقدمه هذا الشوط، لكن غرار على مقدمه هذا الشوط لا زالت مسيطره للسيد محمد بن طماطم بن حمد العامري، وفي المركز الثاني، المركز الثاني نشوف اللي على المركز الثاني، وعد للسيد حمد بن حميد العمري، وفي المركز الثالث هنا الظبي للسيد عبد الله بن ناصر بن هدوب العمري، وفي المركز الرابع، المركز الرابع الناعس للسيد صالح بن حمد بن محمد العويسي، يا سلام، المركز الخامس اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات اندار للسيد سليم بن علي بن حبيب الهاشمي، وفي المركز السابع، المركز السابع قدوم غوي ايضا الى المراكز المتقدمه، مشكوره للسيد مبارك بن سعيد بن هدوب الوهيبي، وفي المركز الثامن، المركز الثامن، لكن بنرجع الى المعركه، بنرجع الى المعركه والى المنافسه على مقدمه هذا الشوط، يا سلام، الظبي، الظبي من الجانب الثاني للسيد عبد الله بن ناصر بن هدوب العمري، وسلام، وصلت رقم واحد، وصلت رقم واحد، سلام، سلام للسيد مانع، مانع بن قبيلي بن خيره المحربي، يا سلام، المحربي واصل، المحاربي، المحاربي واصل، يا سلام، مع سلام للسيد مانع بن غليبي بن خيره، وصل وخذ المركز الاول، بنقول سلام، سلام على سلام وعلى هالي بديه. المركز الثاني، المركز الثاني الذي وصلت في المركز الثاني مشكورة للسيد مبارك بن سعيد بن هدوب الوهيبي، المركز الثالث، المركز المركز الثالث وعد للسيد حمد بن حميد العمري، وفي المركز الرابع،
على العموم بناخذها بالتوقيت، بناخذ توقيت، بناخذ المراكز الخمس الأوائل لإعادة الندى على المراكز الخمس الأوائل. في الأمتار الأخيرة كان الدخول جماعي، وبنشوف الذي وصلت في المركز الأول. سلام وصلت في المركز الأول في هذه اللحظات. سلام واصله قاطع مسافة 4 دقائق 33 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مانع بالقبيلي المحاربي. والذي وصلت في المركز الثاني، المركز الثاني الذي وصلت في المركز الثاني أربع دقائق 35 ثانية. تهانينا لمالك مبارك بن سعيد بن هدوب العمري على فوز مشكورة، الوهيبي على فوز مشكورة بالمركز الثاني. والذي وصلت في المركز الثالث، الذي وصلت في الضبي وصلت على المركز الثالث 4 دقائق 35 جزء 1 من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن ناصر بن هدوب العمري. والذي وصلت في المركز الرابع، المركز الرابع الذي وصلت على المركز الرابع انذار وصلت على المركز الرابع للسيد سليم بن حبيب الهشامي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الذي وصلت على الوسمية على المركز الخامس للسيد علي بن راشد العمري. هذه النتيجة. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا المهرجان المتميز خطاك الشر. تهانينا والناموس للجميع.